السلام عليكم، شو اخباركم؟ معكم حسين من قناة سي اس كاي. لقيت البطل والله. شباب المفروض احنا اليوم نلعب ماب فاند ذا بتن. هذا وانا بالغلط هنا أنا جيت يا اخي، ما تعرف الدوسه تخلف. هذا البتن الاخ. لا لا الو، هذا بيهزر ابو الماب ولا ايه؟ اوكي شباب السلام عليكم، شكرا شباب، شو اخباركم؟ معكم حسين من قناة سي اس كاي. اليوم راح نلعب لعبة فاوند ذا باتل ماينكرافت. لا طيح حظك ولا واحد. هنا اكو بعد باتلات دو زيادة شان شنو ابو الماب قشمرنا. احنا قلنا ما طويل طويل الله، بس لا راح قشمرنا والتصوير راح يصير قصير وكفو عليك. فاوكي شباب بدينا، حتى المقدمة دا اسوي الظاهر شكلها باركور. تصدق شكله باركر؟ خلنا نلعب. تصدق باركر حلو باركر ولا تعال صار اخي الشباب هنا باركر شوي صعب لانه بالموبايل من تدوس شيفت مو توقف على البلاك، تدوس شيفت مت الا دوس هاي مرتين، فهذا تخلف شوي. راس الواحد دوسها والله وات وين لقيته؟ هذا الظاهر هذا متخلف، هذا بالباب راح يخش منه وانا براسه اكو مشكلة والله بالزرع. الله لا ياخذ هذا الزرع، الله ياخذه والله شوفه والله. هذا وين راح؟ دور دور زين، راح دور برا البيت انت بالبيت دور. ها ماكو شي برا هاي الحفر، تخيل واحد يشك. دور بالهذا الصندوق ولو عنده دور اقول لك دور شنو شيء حاجة. بالله براسك باع براسك قلتك الزر. لا صدق ساعات خلو براسك ما اعرف شلون. بالله جو السرير اعتقد برا البيت، ما اعتقد بالبيت. يا الله هذا شنو؟ اوكي يا اخي غباء راسه من نخلك اكتب لك، مو كل شوية دايس تطلع بوجهك وتشال شباب ما اعرف شلون اقفله صراحة. دار بالزوايا مكانات زدناه والله، خلواني اضم مكان مفتوح كل شيء. شو القصة؟ تعال جاي جاي شو الصندوق لا الخياس قد ليش انا صرت شوية غبي وما دوت الصندوق؟ الله يكبر الوجه. وين؟ ادري ادري وين ما خبط. وخر وخر بالله وخر وخر حيوان. معقولة اذا وقف اي والله هذا الله انه كفو. اوكي شباب هاي المرحلة اللي بعدها. اوه قصر كبير، انا شاكي بال شو اسمه من هسه بس شو راح اطلع برا الماب. برا القصر سبرايز. ليش انت ايدك هيجي ما ادري شو مسوي؟ ها ايدك هيجي كان مش ايد بايد وتمشي كأنك زومبي. انا ماشي اوكي. لا تشوف هاي الرقصة مالتي؟ والله بالي 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 حيوان. البطنات الجديدة حلوة الله حيوان. ايه بالضبط بالضبط. اوه هذا هذا والله. لا تقول لي راح يخلص الموب بهاي السرعة. واحد يطلق على الاخ والله اكيد اذا ما بها الصغراته. لحظة شفت بس حد يجي. الو ايه كفو الله تعالى حظه.
اثنين اربعة. لا والله وصلت عشان رجعت اخر يا اخي. سويت بي اصعد 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 واخر واخر واخر. انت ليش انا واخر؟ واخر بدي اصعد الدرج. ليش انت تصعد؟ ما اقدر بس تقدر بس تقعد تقعد. فهمت. طيب وين الوتر؟ هذا ليفل 8 فرام على رام ما ادري شنو. الله راي فواكه. احنا ب شو اسمه بصح الفواكه لا تنزل جوا خاف تجيب العيد. اذا ما لقينا هنا انا عاد لا مو بس هذا ما مسرع اصلا تدري. لا حيوان. اي انتظر بلكي تلقى هنا شيء. ها غلط غلط. راح اموت انا. ايش هالذكاء؟ ذكاء خارق. والله خلنا نصعد هنا اخر شيء. لا يا اخي ياس. لا يا اخي ياس. كفو. تقلل تقلل. والله تقدر تصعد منين؟ والله اني متخلف. شباب كان انا دست الدقمه ونقلني بس ما ينقلني. دعيت كل المراحل ورجع اخويا مات. وين من هالقله قله حياه؟ هاي يعني وين؟ اوكي. وين من قله الحياه اللي ما لها داعي؟ حسوني نزل البانكه. ايش هالفاكهه هاي اللي بيها زرف من جوا؟ وات؟ شاكاني بهذا الزرف؟ والله ما بعرف. هذا لقيته. كان جوا فاكهه كان يعني مكان كان كلش بسيط. هذا البتن وات قدامنا. اوكي يا ولد. هذا لا يا اخي هذا ادوس هالبرا عادي مو مشكله. هاي واحد يشوف اقوال دوسه. اخي انا اضج من هيك مراحل مراحل كلب. خلي لك 500 بطن بطن. اوكي شوف خليك 500 بطن و تعال دوس. كفو كفو. الله تعالى. ايش فيك؟ حيوان جو تشست. انا بعتقد رايتك هناك. هاك بيت ثاني. سنقتحم هذا البيت. ثلاثة اثنان واحد. هيا ادخلوا. ماكو شيء والله. اي والله هذا مو بيت هذا قلعة. دخلت له فارغ. وات هاي المرحلة راح افضل انتقل لي. ماكو مستحيل دورت كل
ما اقدر ما مالتي ادفنجر بس خذ لحظة اصبر لي والله انت عادي يا مطي يا موبايل خوش والله. اوكي شباب عبرنا المرحلة ذي كان بها غش وفي الشنبي شجرة صعد فوقها واصل شاب الماب ما صلح ما بك اعتقد هو الحال اصلا لانه ماكو مستحيل ترى انه فر مو طبيعي ندور اعتقد بالماء تصدق اعتقد البطن بالماء بس شو رحت انت ما تدري ليش ما صرت تسبح انا اخذ شيء بمالك كفو يا اخي شان تضيفني الشفاوي هذا فارغ ايه صباح ما اقول لك مسرب اوه اكو شو يسمونهن فيديو صار له 9 دقائق آه اوكي وهناك 17 9 و 17 بس تسرع بيهم في وين هنيك وين ما تقول لي وين اكو بطن من نوم من نوم لا لا تحرف هالجزمة اوه هذا البطن داير اوه صرت شو ضربتك ما شفتك بعض اوه هذا بالسقف بالسقف كان واحدة طاير شو ما شفنا حموت هاني خلي اموت اخبار ننتقل تيليبورت ستيف يلا السقف متخلف الله والله صوت ال شو يسموه حلو ننزل واتش هل بلاك هذا والله اعتقد هنا فوق ما اعرف اخر الجزمة واضح هل بلاك نقاط مكتوبة مفيش حاجة هنا اعتقد باللعب تصدق شو تقول بس خلي موت فد واحد من العب معي لا نتورط مو هاي اللعبة لا فل والله طيح راح تشيت باللعبة انت خلي كلتشيت ها شو يصير خلي اه صح 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 بس غرقان باللعبة شو هالغباء اصبر اصبر خلي انتقل خلي انتقل لك هذي صح هذي حتى مبينه جوا جوا اي كف علي جستها او كف عليك ما اعرف المهم كان رجاله حيوان هم والله والله شكله حلو سادة خان جاب العيد طاير القدر طاير شوف شباب طاير سبحان الله عفوا سيدي فرصة والله وين وين هذا واحد اوه يا فنش اوكي شباب لهنا وصلنا نهاية المقطع اتمنى استمتعتوا اذا استمتعتوا خلي لايك واشترك بقناتكم واشترك زي ما نقدر نعيد نسوي اي شيء يا حبيبي يوتيوبر هذا يوتيوبر يوتيوب ما ادري ايش ثانكس شكرا اوكي شباب لهنا وصلنا نهاية المقطع اتمنى استمتعتوا اذا استمتعتوا خلي لايك واشترك بقناتكم واشترك اعزر الجرس وبس مع السلامة.